ابرز النقط اللي لفتت نظري. مباراة كان فيها شغل مدربين عالي جدا جدا. شايف ان من وجهة نظري دي تفوق على وليد الرجراجي، نتكلم كورة بقى نلغي ده شوية، تفوق عليه بشكل كبير جدا. واحنا قاعدين حتى بنتكلم هو مش قضيتنا خالص خالص، احنا ما بنفتحش موضوع كارلوس كيروش نهائيا دلوقتي، لكن احنا قاعدين بنتفرج. اولا هقول ليه دي تفوق على وليد الرجراجي في الشوط الاول، لان الراجل واضح ان هو مذاكر واتفرج وشاف ان منتخب المغرب باربعة واحد اربعة واحد، الراجل همزة الوصل بتاعة مراحل تدرج الهجمة من السنتر باكين هو سفيان مرابط وبعد كده اناحي، دول الاتنين اللي لو بمثابة راس التعبان. هقول لك على حاجة، معلش انا اسف انا بقطع كلامك، بس تحس كده ان ديشان هو اول مدير فني ياخد المنتخب المغربي بجدية. مظبوط، برافو عليك، يحترمه بزياده. برافو عليك، ودي حاجه فعلا برضه هي تحترم للمنتخب المغربي يعني. بالتاكيد، لان خلاص منتخب بيلعب في قبل نهائي كاس العالم يعني. ف بدا يدي تعليمات لاوليفييه جيرو ملوش اي دور نهائيا غير ان انت حضرتك تضغط على سفيان مرابط، لان ده الراجل اللي بيطلع منتخب المغرب من ورا لقدام، وبالتالي هبدا اعاني من المهاره المغربيه بتاعه اناحي لو استلم الكوره، بتاعه زياش لو استلم الكوره وربط معاه كمان اشرف حكيمي، بتاعه سفيان بوفال في الطرف الشمال لو استلم الكوره هيبدا يسبب لنا ازعاج. فاذا حضرتك كاوليفييه جيرو ما عندكش اي دور غير ان انت لازم كضله، انا عمال اقول لزيزو احنا بنتفرج، بص رايح يمين رايح معاه، راجع شمال راجع معاه، ينزل لتحت ينزل معاه، مش طبيعي عنده. فاكرين لما كارلوس كيروش عملها مع مصطفى محمد في الامم الافريقيه؟ انتوا متخيلين ان احنا كسبنا المنتخب ده؟ ده احنا مش كسبناه، احنا عملنا عليه كومباك، متخيلين؟ بس ده مش معناه ان احنا احسن منهم، بس عشان ايه نهدى كده. طيب النقطه الاهم بالنسبه لي الثانيه، وليد الرجراجي عالج الموضوع ده ازاي؟ من وجهه نظري انه كان ذكي جدا، كان بيدي تعليمات لنور الدين مرابط، نور الدين اخوه سفيان مرابط، انه يطلع على طرف من الاطراف وياخد معاه اوليفييه جيرو، ويدي تعليمات لاناحي ان هو اللي يبدا يستلم الكوره وبالتالي يطلع المنتخب المغربي. وبالتالي بدا المنتخب المغربي في الشوط الثاني يحط المنتخب الفرنسي في نص ملعبه. لك ان تتخيل ان المنتخب المغربي اكبر المنتخب الفرنسي انه يغير من اسلوب لعبه، انه اكبر المنتخب الفرنسي انه يلعب باثنين شبه سته، ان فوفانا وتشاوميني. هو رابيو كان مصاب ماشي، بس ما شفناش حد ثمانيه، ما حدش زاد خالص خالص، هو كان انطوان جريزمان ومعرفش زاب ده بياخد منشطات ولا ايه، ازاي بيلحق يرجع ويبقى جوه؟ هو الماده الخام للمنشطات، مش ممكن يعني، مش طبيعي بصراحه. جريزمان، وبالتالي بدأنا نشوف خطورة كبيرة جدا للمنتخب المغربي في الشوط الثاني، عكس آخر خمس دقائق في الشوط الأول اللي المنتخب المغربي بدأ يشكل فيها خطورة، بس كانت عن طريق الضربات الثابتة، الكورنر اللي اتلعب واتحطت براس يميق، والكورنر اللي اتلعب اللي يميق حب يحطها خلفية مزدوجة وخبطت في القايم، وكانت هجمة خطر جدا. في الشوط الثاني لا، شفنا بقى لعب مفتوح بيهدد المنتخب المغربي مرمى اوجو لوريس الحارس الفرنسي، وشفنا اكتر من هجمه خطر. اجبر المنتخب الفرنسي ان خلاص تعالى عم جيرو ريح، انت بقيت منهك جدا في مراقبه سفيان مرابط، واحنا دلوقتي ما بنشتغلش جيم استحواذ، خلاص احنا سايبين الكوره للمنتخب المغربي وبدانا نشتغل على الكاونتر اتاك. الراجل قام منزل ماركوس تورام وينجر وعثمان ديمبلي والاثنين زي ما هم، وقدامهم جريزمان، وطلع مبابي هو اللي مهاجم يبدا يشتغل على السرعات. وبالمناسبه هو عمل كده لان المنتخب المغربي كمان كان واكل الجبهه بتاعت مبابي تماما هجوميا، يعني كورنر في كورنر في الشوط الاولاني، في كورنر تاني تالت في الشوط الاولاني، الشوط التاني اكتر من هجمه خطيره. فكانت المشكله ان المنتخب المغربي ارهق المنتخب الفرنسي في الاستحواذ، فقام حاطط مبابي راس حرب على ان مبابي ما بيدافعش، ونزل ماركوس تورام علشان خاطر يلعب هو على الوينج ويدافع.